يقول في رسالته ما معنى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج، لما كان الناس في أول الإسلام مغرقين في شرب الخمر ولا يستطيعون تركه بالكلية إلا بالتدريج شيئا فشيئا، الله جل وعلا من حكمته أن حرمه على التدريج. فأولا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم الخمر عند قرب وقت الصلاة وفي أثناء الصلاة، ولم يحرمه دائما بل حرمه في فترة وهي وقت الصلاة، ثم تدرج سبحانه وتعالى بهم. في الأول قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا في الأول أول مرحلة، فبين الله سبحانه وتعالى أن ضرر الخمر أكثر من نفعه، والعاقل إذا عرف أن ضرر الشيء أكثر من نفعه فإنه يبتعد عنه، لأن الإنسان لا يريد لنفسه أن يأخذ شيئا أو يتناول شيئا ضرره أكثر من نفعه. فالعاقل من حين ما يسمع هذه الآية فإنه سيترك الخمر والميسر، لأن العقل يأمره بذلك، لأن مفسدته راجحة، والعاقل لا يقدم على شيء مفسدته راجحة. ثم في المرحلة الثانية حرمه عليهم في بعض الأوقات، وهي الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمه عليهم في وقت وهو وقت الصلوات. وإذا كان يحرم على المسلم أن يشرب الخمر في وقت الصلاة مع أن الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فهذا يأخذ عليه وقتا طويلا يحرم عليه فيه شرب الخمر في اليوم والليلة، فيكون قد مثلا خفت عليه وطأة الخمر واعتياد الخمر، لأنه سيتركه في فترات 5 من اليوم والليلة، فحينئذ تخف وطأته عليه. ثم إنه جل وعلا بعد ذلك حرمه تحريما قاطعا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإذا فحرم الخمر تحريما قاطعا في جميع الأوقات في جميع عمر الإنسان، ولم يبق لها وقت من حياة الإنسان، بل هي حرام على المسلم طول عمره، كانت هذه هي النهاية، نهاية الخمر، هو أن الله أراح المسلمين منه وحرمه عليهم تحريما قاطعا وأمرهم باجتنابه، فقال: اجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا من باب التدريج في تحريم الخمر، والتدريج فيما يشق على النفوس، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم.